جزاه الله خير من حفظ كتاب الله ما شاء الله. اي والله ما شاء الله وله قصه نجاح جميله وبعدين ما شاء الله معه بكالوريوس في الشريعه دراسات عنده دورات ما شاء الله هذا بفضل الله ما قال يعني جزاه الله خير ما قال الكرسي عائق بعض الناس ترى يجيه ضغط نفسي بسبب اي مرض لكنه ما شاء الله عليه الحمد لله اللي يكتب الله للعبد هو خير له وهو اكبر اختار الله للعبد شيء له خير له الله اكبر الله اكبر ما يدري الانسان وين الخير فالحمد لله على ما يكتب الله دائما وابدا الله يجزاك كيف تقول مكة بس ها تذكر ان من مكة بس لا ايش تقول ما فهمت يعني تذكر اقول تذكر ان من مكة سلام اي والله يكفينا ان من مكة اي والله الحمد لكن الله. هل واجهت صعوبة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى الحمد لله اي خطوة يقدم عليها الانسان قد يواجه صعوبة لكن الحمد لله القرآن ميسر يقول الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الانسان لابد ان يقاوم نفسه وهوى الشيطان وهوى اشغال الدنيا ويضغط على نفسه ويسر الله له حفظ كتابه يسر الله لابد الإنسان أن يضع له خطة وجدول وبإذن الله الله يسر له حفظ كتابه إن وجدت العزيمة والإصرار ولو آيتين ولو آيتين في اليوم فهي خير يا سلام نقدر نسمع شيء من القرآن يا شيخ يوسف أبشر تامر أمر يا أبو راشد ذاك الله خير تسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا مما خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإن إنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فضل ما شاء الله تبارك الله ها أبو صالح ما شاء الله صوت جميل